السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا مع صحيحه مزيان؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، بصحه جيده. شكرا البنات، كيسولوا فينا تيقول لنا كوثر في الغيبه ديالك، حنا جينا معكم وجينا لكم بالجديد. دائما اثواب حال دبي كتعطيكم الجديد والبضاعه الممتازه. مرحبا بكم، اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد بالكريب دوس وحرير، شي حويجه زوينه كاليتي منبت بهذا ليزيستخاص هذا، شي حويجه كاليتي تبارك الله، زواقه جديده. بزاف الناس اللي سولونا تبارك الله، لا في عواشر شعبان ولا في رمضان، تيقولوا لنا بغينا هذا الكريب ديال ليزيستخاص. وكيف ما وعدتكم غنجيب الجديد وغنشاركوا معكم في القناه، مرحبا بكم. واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله كيوصل دائما الجديد، والثمن اللي دائما كندير لكم اثمنه جد مناسبه. مرحبا بكم البنات، طبعا كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس، مرحبا بكم في المحا ديالنا بالضبط فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين، انا انفاس ليها اثواب حرير دبي. مرحبا بكم، شوفوا تبارك الله التضخيم كتجي الزوقه ديالو تبارك الله فنه، كتجي بجوج جهات في الصدر، وكتجي الخياطه كيف ما بغيتي ديروها، كديروها ساعات لا بغيتو بالبرشمان اولا بالرانده اولا بنص الزيري باش ما بغيتو تبارك الله كيجي مزيون. والكريب البروميير شوا شي حويجه كاليتي، كتجي ستريزات هكا من جوج جهات، كيجيو من هنا ومن هنا من جوج جهات في الصدر تبارك الله، كتجي كتحمق داك البريون ديالها وداك المعه ديالها، كتجي تبارك الله فنه. والثمن البنات هو جد مناسب، فقط غادي ندير لكم ثمن جد مناسب، كنا كنبيعوه ب 350 درهم في المحل، 320 درهم فقط. الناس ديال الكليان ديالي ديال القناه اللي كيشجعوني وكيتابوناو عندي دائما، حتى انا غادي نشجعكم بالثمن جد مناسب فقط 300 درهم. والمطراج دائما 2 متر ونص على متر ونص العرض، والثوب ديالو شي حويجه كاليتي، كيصلح قفيطان كيصلح جليبه، لكم الاختيار. وكاين كذلك هاد اللوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم، هاد اللوين هذا جاي كريم مفتوح اللي كيكون عاطين البلو سيل، تبارك الله اللوين ديالو جاي مزيون حتى هو. ومن ناحيه الكريب ديال كوريا شي حويجه كاليتي، شي حويجه مزيونه من ناحيه الجوده، دائما كنعطيكم الجوده الممتازه باش كنكتبوا الكليان، والثقه الكليان دائما هي الاساس عندنا. دائما كنغيبوا على الجديد، ملي كنجيبوا الجديد يعني كنجيبوا شي حاجه زوينه. كوم عارفين دابا تبارك الله شدينا عطله ديال العيد، عاد دخلنا عاد حلينا غير البارح، وتبارك الله بزاف الناس اللي كيوصلوا ليا كوثر حنا توحشنا الجديد ديالك، وانا دائما كنجيب الجديد كنشاركو معاكم. مرحبا بكم، فقط الثمن جد مناسب، فقط 300 درهم تصيله، والمتراج 2 متر ونص على متر ونص العرض. كاين تبارك الله هاد اللوين هذا وهاد الزواقه هادي، خضر ملكي تبارك الله، حتى هو مزيون، والثوب ديالو الجوده الممتازه، واللي تقدم من اثوب حالي دبي عارف الجوده تبارك الله اللي كتجيب. ودائما حنا معاكم مع جديد والتنوع تبارك الله، حتى هاد لي زيتخاص شي حويجه زوينه يعني، صبنيها بالفراكه ما كتر منها حتى شي حاجه، كنعطيكم انا دائما الجوده، الجوده دائما هي الاساس عندنا تبارك الله. اللي تقدم عندي بياسه وجوج كيولي يرجع من مورا دائما كيديه هذا تبارك الله، هذا ديال لي زيتخاص شحال وحنا مكوموندين عليه، عاد وصلنا غير هاد النهار، قلت نشاركو معكم تكونوا نتوما ان شاء الله هما السباقين اللي كتشوفوا الجديد. ادواب اثوب حالي دبي دائما كتعطيكم الجديد والبضاعه الممتازه باش كتكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان. شوفوا تبارك الله على التضخيم، يعني هاد العقيق ما كيطيرش يعني صبني، ما كيوقع له حتى شي حاجه، واللي مجربو من عندنا تبارك الله راه عارف الجوده اللي كنديرو. شوفوا تبارك الله كذلك هاد اللوين هذا البلو بيترول، بلو بيترول راه جديد يعني حتى في السامبل ما كاينش كاع هاد اللون كاع مع مروجه تبارك الله، كيجي مزيون والتوب ديالو نازل، فقط 300 درهم، والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض. دائما اثوب حالي دبي كتلقاو عندها الجوده الممتازه، والثقة الكليان دائما هي الاساس عندنا الحمد لله. شوفوا تبارك الله كذلك هذا اللوين، هذا اللوين اللي خرج دابا لاموط تبارك الله، كيجي مزيون والتويب ديالو مزيون، يعني شي حويجه مزيونه يعني ما كيتحببش وما كيتكمش، والتوب ديالو مزيون، العقيق ديالو ماشي داك النوع اللي تيطير، شي حويجه كاليتي. ومرحبا بكم، الثمن جد مناسب، فقط 300 درهم تصاير. كاين كذلك هذا اللوين هذا، هذا البلو سيال جاي مفتوح حتى هو تبارك الله، جاي مزيون تيحمق هذا اللوين، وتبارك الله كيف ما قلت لكم في السابق لي زيستخاص يعني ديالهم مزيونين ممتازين، ماشي من داك النوع اللي تيطير، ولا هذا التوب ديالو مزيون. ومن ناحيه الكاليتي ديال الجوده ديال التوب يعني كاليتي البروميير شوا، والتوب ديالو ديال كوريا شي حويجه كاليتي. الكريب دوس وحرير تبارك الله في هاد لي زيستخاص تبارك الله، هو اللي خرج دابا اخر موديل. وكيف ما قلت لكم اثوب حالي دبي كتجيب الجديد والبضاعه الممتازه، وكتشارك دائما مع الكليان ديالها، يعني شي حويجه حتى الكريب سينيي شي حويجه مزيونه، هذا النواق سيد الالوان تبارك الله حتى هو كيجي مزيون، فقط 300 درهم. بريزا كتجي هكا الزواقه ديال ليزيستخاص، كيجيو من جوج جهات في الصدر، وديك الساعه الخياطه كيف ما بغيتي، بغيتي تخدميها بالبرشمان، بغيتي تخدميها بالرنده، بغيتي تخدميها بالزواق يعني داك نص الزيري تبارك الله، كتجي جليبه ديالو فنه اولا قفيطن.
وكاين كذلك هذا اللوين هذا الباج حتى هو تبارك الله جي كيحمق اللوين ديالو فقط 300 درهم. والزوقه كيف ما قلت لكم في السابق كتجي من جوج جهات تصدر على جوج جهات، ما كنبغيش نديرو فيها حتى ديال الكمام، هذيك ديال الكمام كتجي شارجي بزاف يعني هذه كتجي فنه كتجي جلبه اولا قميص اولا قفيطان يعني لكم الاختيار، كتجي تبارك الله كتحمق صلاح المناسبه صلاح هكا الخليجات مزيونين تبارك الله كتجي فنه فقط 300 درهم والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. وكاين كذلك هذا اللوين هذا هذا الكري تبارك الله هذا كري عاطي الموف كري مغلوق هذا اللي تيكون عاطي الموف تبارك الله حتى هو اللوين ديالو مزيون وجديد اللوينات تبارك الله فنين. شوفوا تبارك الله لي زيستخاص هادو تبارك يجيو في الصدر من جوج جهات وكيف ما قلت لكم ديك الساعه الخياطه كيف ما بغيتو ديروها برشمان اولا بهذا براندا اولا بنص الزيري تبارك الله كتجي جلبه اولا قفيطان كيجيو كيحمقوا وحتى اللوينات جبناهم ممتازين العشاقه والذواقه تبارك الله ديال اللوينات. شوفوا كذلك هذا اللوين هذا جاي عاطي البلوسي المغلوق اللوينات تبارك الله جبناهم كلهم بالديكراديات ديالهم كيجيو في الصدر من جوج جهات وكيجيو تبارك الله فنين والثمن جد مناسب فقط 300 درهم والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض. اي لون عجبكم عليكم غير تسكرينيوه وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن واللي داخل فاس مرحبا به في المحل ديالنا. شوفوا تبارك الله كذلك هذا اللوين هذا البيستاج فلاشي اللوينات الممتازين دائما كتلقاوهم عند اثواب حرير دبي جديد دائما تبارك الله اللوينات الممتازين مرحبا بكم فقط 300 درهم. شوفوا كذلك هذا اللوين هذا الغوج دم الغزال دم الغزال تبارك الله حتى هو جاي كيحمق اللوين ديالو والطريزه كيف ما قلت لكم هاد لي زيستخاص كيجيو من جوج جهات في الصدر الثمن جد جد مناسب فقط 300 درهم. انا ما بغيتش نقول لكم 350 درهم يعني كنبغيو نكسبوا الكليان وكنبغيو الجوده دائما الجوده يعني راه ماشي كتلقاو هذاك شي حاجه ناقصه كاليتي وكتلقاو الثمن زعما كناقص يعني البرومير كشوا والثمن جد مناسب. شوفوا تبارك الله هاد الزوقه هادي جاتنا فيها غير بياسه وحده في هاد اللوين شوفوا تبارك الله على زيست خاص فيها يعني مزيونين والكاليتي ديال الجوده ديال الكريب دو سوا شي حويجه حرير تو ديرو مزيون. هذه كتجي من جوج جهات في الصدر نعطيكم هكا كفكره باش كيفاش كتجي وكتجي حتى يعني كتجي فنه منظوره تبارك الله الزوقه ديالها تبارك الله جايه فنه. شوف التضخيم دائما كتلقاو عند اثواب حرير دبي. وكاين كذلك هذا اللوين هذا موف مفتوح بارد تبارك الله حتى هو اللوين ديالو جاي مزيون الثمن جد مناسب فقط 300 درهم وزوقه كتجي من جوج جهات في الصدر وكاليتي البروميير من ناحيه الجوده ديال التنبات ولا من ناحيه الجوده ديال الثوب شي حويجه كاليتي وكيجي الثوب ديالو نازل وحرير الثمن جد مناسب فقط 300 درهم والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. هاد السلعه هادي الله وصلتنا وقلت تكون نتوما ان شاء الله هما السباقين اللي كتشوفوا الجديد الثوب حرير دبي دائما كتبغي تشارك معكم دائما الجديد مرحبا بكم. وكاين كذلك هذا اللوين هذا اخضر ملكي اخضر ملكي شويش اللي في السابق وريتكم مفتوح وهذا شويش مغلوق عليه هذا جاي عاطي بحال شكل فيغ كلوريكس اخضر ملكي جاي مغلوق تبارك الله حتى هو مزيون والزويقه كيف ما قلت لكم في السابق كتجي من جوج جهات في الصدر كتجي فنه تبارك الله والزويقه ديالها يعني عريضه يعني طويله ماشي ديك الزويقه اللي كتجي قصيره في الصدر كتجي فنه فقط 300 درهم. كاين كذلك هذا اللوين هذا بلوسيان شي حويجه مزيونه من ناحيه الكاليتي ولا الجوده ديال الثوب ولا ديال التنبات شي حويجه مزيونه شوفوا تبارك الله على التضخيم ويعني الثوب ديالو نازل وداك الحجيرات اللي تيبرقوا تبارك الله كيجيو فنين الحجيرات دائما كتلقاو فيهم البرونز وكتلقاو فيهم شي شويش ديال الضوغي. وكاين كذلك هذا اللوين هذا غوز كاشيري تبارك الله شوفوا الزواقه تبارك الله كتحمق كيف ما قلت لكم راه داخل فيها البرونز وداخل فيها حتى شي شويش ديال الضوغي فقط 300 درهم تصيله والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. وكاين كذلك هذا اللوين هذا البلوغوا البلوغوا جوا عيطي اللي عاطي البلو الكتريك بحال اللون ديال ستيلو زرق كنوضح لكم اللوينات باش حتى اللي عشقتو مرحبا بكم شي لوين كنرسلو جميع المدن ما عليكم غير تسكرينوه وتصيفطو ليا في الواتساب ونتواصل معاكم والثمن جد مناسب فقط 300 درهم. كاين كذلك هذا اللوين هذا اللي خرج دابا لامو شوفوا تبارك الله على التضخيم اللوينات فنين والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض والثوب ديال الكاليتي البروميير ومرحبا بكم البنات. شوفوا تبارك الله على التضخيم بالنسبه لهذا الثوب ديال الكريب دو سوا بليزيست خاص تبارك الله كان عليه الاقبال بزاف الناس اللي كانوا قبل العواشر ملي جات تبارك الله العواشر الناس بزاف اللي وصلنا عليهم ما بقاش لينا ودابا جبنا وقلنا شاركوا معكم باش تعرفوا الجديد عند الثوب حرير دبي. شوفوا تبارك الله التضخيم في محلات وحده اخرى دايره 450 درهم 400 درهم انا كنبغي ندير ثمن جد مناسب يعني باش كنبغيو نكسبوا الكليان والثقه الكليان دائما هي الاساس عند الثوب حرير دبي. جاو فيه تبارك الله 22 لون شاركتو معكم كاملين
ما تنساوناش البنات بلي جيم والبارطاج، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا وفعل الجرس باش ان شاء الله بقصوا دائما الجديد عند اتوا بحري دبي. ان شاء الله باذن الله ما غنوليش نغبر عليكم، دائما نبقى نعطيكم الجديد والبضاعه الممتازه، وان شاء الله باذن الله نتلقاو في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.